جماعه خناقه وعدت. انا مش عارف مكبرين الموضوع على ايه. كنت غطسان فين بقالك فتره يا سيد؟ ها؟ ما انت عارف كل واحد بيجري على مصالحه. استاذ انا بقى. نورت. سيد جاي عشان يطمن على زياد يا رحيم، انت عارف هو بيحبه قد ايه؟ اظن دي فرصه بقى عشان تتصاف. سيد رد عليا في المركب انك عندي شغلانه. ليه يا ابو نزهه؟ هو الواد العلبره عندك واخد اجازه عايزني مكانه؟ وانت شايفني غاويك قوي كده عشان اشغلك شغلانه مهمه زي دي؟ بقول لك يا زياد، لو احتجت اي حاجه اي حاجه كلمني على التليفون. وليها رؤى حبيبتي، نسكافيه برد. دودو، انت مش ناوي تجيلي عياده تاني ولا ايه؟ واجيلك ليه؟ ما انا المشكله اللي كنت فيها خلصت خلاص. اه المشكله خلصت بس انت لسه ما عدتيهاش. ما انا كويسه اهو زي الفل. دودو، انت ما اتكلمتيش عن الفتره الصعبه اللي فاتت، ما خرجتيش مشاعرك. لازم تتكلمي من اول الازمه ما بدات لغايه دلوقتي. قولي لها حبيبتي، قولي لها تاخد بالها من نفسها كويس ومن اللي حواليها كمان. ما يصحش ابدا تعاملهم وحش مهما كان اللي حصل. تصوري انها ما رضيتش تركب مع عماد ساعه ما خرجنا من القسم. وايه اللي جاب سيره عماد دلوقتي يا ماما؟ ايوه لازم تفهميني وتفهمي صاحبتك ليه اصريتي تركبي مع رحيم وتسيبي عماد كده واقف وسط الشارع في منتهى الاحراج كده. عشان ما كانش ليا مزاج اروح معاه. بعدين رحيم هو اللي خرجني من السجن، ولا نسيتي؟ لا يا حبيبتي ما نسيتش، بس انت كمان ما تنسيش ان هو السبب في دخولك السجن. وبقى تاني الموضوع ده؟ ايوه تاني، لان حياتك كانت طبيعيه جدا طول ما هو في السجن. اول ما خرج الدنيا اتقلبت فوق دماغه. يبقى مين السبب، هو ولا لا؟ داليا، الفتره اللي فاتت كانت صعبه واعصابك تعبانه ومش عايزه تيجي العياده. طب خلينا نخرج، خلينا نتبسط. اوكي اوكي ماشي اوكي. ده الملف اللي سيادتك طلبته مني، في اسم كل الموظفين الكبار اللي شغالين في البنوك وتحقق معاهم بعد الثوره. اتفضل سيادتك. لخص يا خالد. امر ما عليك. اول ورقه فيها جدول متدون فيه اسم كل موظف وموقفه القانوني. ال21 معلومه شبه جنائيه. طب والتسعه الباقيه؟ فيهم اتنين اسمهم عزت، واحد اسمه عزت منصور والتاني اسمه محمود عزت. ياه. حاضر يا فندم. محمود عزت اتقبض عليه وخرج لعدم كفاية الأدلة، ودلوقتي شغال محاسب في سوبر ماركت. والتاني انتحر. انتحر؟ من إمتى؟ تقريبا من سنة ونص. انتحر ولا اتقتل ولبسوه موضوع الانتحار ده؟ كل الشواهد بتقول إنه انتحر فعلا. رمى نفسه من بلكونة شقته في الدور العاشر في مدينة نصر، والشقة دي كان مأجرها تقريبا قبل الحادثه دي بحوالي اسبوع. كانتش مع مراته، اخته، البواب ولا اي حد يا فندم. قبل الحادثه دي بسنه كان مطلق مراته، وكل الجيران بتقول ان مفيش اي حد كان بيزوره. ومراته فين دلوقتي؟ اتجوزت وقاعده في شقه في المقطم، وعنوانها موجود في الملف سيادتك. واجب نعزيها في جوزها الاولاني. تمام يا شيخ. بس عارف أهم حاجة في الليلة دي إيه؟ إن الزبون ينبهر. فهمني يا بابا؟ صبح عظمته. أهلا يا شبورة. إيه الأخبار؟ الأخبار مش حلوة خالص الصراحة عظمته. ليه؟ يعني الموضوع متجعلص حبتين. رحت عشان أسأل على مراد ده في عنوانه اللي اديتهولي، طلع عزل من هناك بقاله سنتين. قعدت عيس على حد يديني عنوانه الجديد لحد ما وصلت له. حلو. لا مش حلو. رحت عنوانه الجديد ده عشان اسال عليه، قالوا له انه اصلا خبطته عربيه ومات من سنه ونص. مات؟
طب وما تعرفش مسكوا اللي خبطه ولا لا؟ ما فاتتنيش دي برضه عظمته. سألت عليها طلعت العربية اللي خبطته خبطته وهبقت اختفت محدش عرف يجيبها. طب وممدوح؟ لا ممدوح ده بقى حواره حوار، ده حواره متجعلص أكتر من مراد. ده بقى كان قاعد مع أصحابه في البيت سهرانين مع بعض، نزل يجيب علبة سجاير مرجعش اختفى، طلبوا البوليس معرفش يجيبه. قعدت بقى أنا شمشم على حد يقول لي معلومة يقول لي راح فين جاي منين، بس أهل المنطقة شكوا فيا، حسوا إن أنا غريب. لقيت بقى نفسي داخل في سين وجيم وحا ودال، رحت مالس منهم في منت إلا منت قبل ما يتحفل عليا. طب وقالوا مصدقوا إنه اختفى؟ إيه؟ استعوضوا ربنا فيه؟ لا قالوا قدموا كذا بلاغ، بس الحكومة ما عرفتش تعمل حاجة. أصل أنا لا مؤاخذة عظمته، يعني الحكومة هتدور على مين ولا مين؟ ما هو كل يوم في واحد بينزل من بيتهم وما بيرجعش. وحصل امتى الكلام ده؟ تقريبا من سنه ونص. برضه؟ ما فاتتنيش دي برضه عظمته. لا وصلت لحاجه؟ الصراحه لا. طب اخلق انت وعلى تليفونات. حصل عظمته. لتشوفه. حبيب قلبي يا ناس طبختلك بإيديا. يلا قولي بقى عامل ايه؟ الوجع خف شويه يا حبيبي؟ الحمد لله. طب وانت عامل ايه؟ تعبان؟ اكيد زعلان من اللي حصل، بس الحمد لله قدر ولطف قدر ولطف. انا مش زعلان من اللي حصل، انا زعلان من اللي انت بتعمليه. انا عملت ايه زعلك بس يا زياد؟ هو انت لغايه امتى هتفضلي مكسوره قدام سيد؟ سكتي سكتي زي كل مرة بتسكتي فيها. مرة لما رحيم اتسجن وخد منه المركب، والمرة التانية لما طرد جده هشام من القصر، والمرة التالتة لما ضربني قدامك وانتي قاعدة ما تهزتيش. كان غصب عني يا زياد. هو معقول يكون ده حب؟ هو في حد بيحب الإهانة؟ الإهانة بتضيع أي حب. بص يا زياد انت مش فاهم. أنا فعلا مش فاهم. في الأول قلت يمكن خايفة. رحيم مسجون، جده كبر في السن، هشام كلنا عارفين عايش نفسه بس. لكن دلوقتي إيه؟ أنت عارفة أنت أختي مين؟ أنت أخت رحيم السيوفي. عارفة يعني إيه رحيم السيوفي؟ زياد في حاجات كتيرة قوي أنت مش عارفها. خلاص يبقى تعرفيني. انتي عارفة يعني ايه ابن يشوف كل يوم امه بتتهان؟ بص يا زياد في حاجات بين الراجل ومراته ما ينفعش تتقال، بكرة لما تكبر هتفهم. انا كبرت على فكرة، كبرت بدليل اني مش قادر اشوفك بتتهاني كل يوم من سيد. على فكرة سيد مهما عمل هو ابو بناتي، وبكرة لما تتجوز هتعرف كويس قوي يعني ايه الست لازم تضحي وتستحمل عشان عيالها. بس انت استحملتي اللي محدش قدر يستحمله. ليه محسنين انك مقطوعه من شجره؟ ها؟ عندك عيله تقدر تحميكي انت وبناتك. مش هتفهمني، مش هتفهمني يا زياد. بس كل اللي انا عايزاك تعرفه وتتاكد منه ان انا بحبك قوي. بحبك وبخاف عليك فوق ما تتصور والله. انت لو فتحت قلبي هتلاقي نفسك قاعد جواه والله. والله بحبك قوي. خلاص انا اسف. وحشني يا رحيم بيه وحشني الشغل معاك والله. ما انا علشان بقالي فتره ما شفتكش ما رضيتش اجيلك بعد الغيبه الطويله دي وايدي فاضيه. وامرني. ما يامرش عليك ظالم. البضاعه بتاعت كمال النوري اللي مركونه في المينا بقالها كام شهر. مالها؟ تلزمني.
ما تغلاش عليك يا رحيم باشا، بس انت عارف مفيش قشه بتخرج من المينا الا بورقه. وادي ورقه، ده ورق تخليص البضاعه. وعشان انت راجل موظف خبره وقديم، عارف طبعا ان الورق ده مضروب، بس مضروب بذمه، علشان كده هيعدي عليك ومش هتاخد بالك. وساعتها بقى الرجاله هتبتدي تحمل البضاعه على العربيات، واول ما العربيات تخرج من المينا بنص ساعه بالظبط، وعلشان انت موظف شريف هتصرخ وتقول يا جدعان يا جدعان الورق ده مضروب رجعوا العربيات. وعلشان انت كمان قلبك طيب مش هترضى تعمل محضر، هتعمل اثبات حاله وبس، وتعمل اتصالاتك وترجع السواقين للعربيات وتدخل العربيات المخازن وننزل البضاعه تاني. الله ينور عليك، وتعدها علبه علبه وعلى الاقل من مهلك. بس البضاعه اللي خرجت مش هي نفسها البضاعه اللي رجعت. ايه ده؟ ده انت ما طلعتش موظف شريف وبس، ده انت طلعت موظف برم كمان. دودو ما تقومي ترقصي. ليش مزاج؟ ما هو عشان كده لازم تقومي. يلا. ايه ده، علاج جديد بتجربي فيا ولا ايه؟ بالظبط. يلا قومي بقى. يلا. ايه هقوم ارقص لوحدي؟ يا ستي اطلعي انت بس وشوفي كل الناس هتيجي وراكي. يلا قومي. هو انت قلت لعماد ان انا هنا؟ عماد هو جه؟ ايه يا دانيا؟ عماد مش محتاج عزومه، ده صاحب مكان، احنا كل ليله سهرانين هنا اصلا. مساء الخير. مساء الفل. ايه يا دودو؟ ما ترديش على تليفوني ليه؟ كده عشان افضل مبسوطه. هو من امتى تليفوناتي بتضايقك؟ من زمان. ده كلام جديد بقى؟ ما تتعود عليه بقى. جرى يا دانيا؟ انت بتعرف الشرب ولا ايه؟ انا مش عارفه ازاي جاي تتكلم معايا كده عادي بعد ما بلغت عني. انا كنت هتسجن تاني بسببك. اوكي؟ وديكي خرجتي بالسلام؟ بقولك ايه؟ ما تيجي ننسى. انت يا مريض يا مجنون. وانا ممكن اكون مجنون، لكن انا مش حرامي زي رحيم. باخد مجهود غيري، الخطه دي كلها والتخطيط ده كله انا اللي عامله، وهو دخل في الاخر برشط وعمل فيها شجاع السيما. انا زهقت منكم من رحيم وقرفت منكم انتوا الاثنين، هقوم ارقص بقى. اقصي. ما تجيش ورايا. لا، ما انا هتفرج من هنا. متهيألي في حد جه زاركم وقعد معاكم شوية، صح؟ حصل يا باشا، في واحد جه زارنا، بس احنا مالناش علاقة بأي حاجة. ما حضرتك يا باشا أمن وطني، والأمن الوطني عارف كل حاجة. تمام. ما قالكمش اسمه إيه؟ ما قالش. هو يا فندم اقتحم علينا الشقة وعمل لنا رعب ودخل كده من غير لقيحة ولا دستور. بلاش اسمه، شكله